قال الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد أشرف الخلق والمرسلين. بنات النجابة ورمز العفاف والقلوب الطاهرة والنفوس الزاهرة، الغرس المبارك في تربة العراق الحبيبة، أمل المستقبل وفرحة الآباء والأمهات، نسغ العراق في رحاب العتبة العباسية المقدسة، ونحن إذ نتشرف بحضوركم لانطلاق فعاليات حفل تخرج طالبات الجامعات العراقية بنسخته الخامسة، والذي يقام تحت شعار من نور فاطمة نضيء العالم. سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي دام عزه، السيد الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة دام تأييدكم، السادة أعضاء مجلس الإدارة الأكارم، السادة رؤساء الجامعات العراقية الموقرين، السادة رؤساء الأقسام الأفاضل، السيدات مسؤولات الشعب النسوية في العتبة العباسية المقدسة، أخوات الإيمان زينبيات العهد خريجاتنا المباركات، أهلاً ومرحباً بكم. سلام بعطر فريد من أرض مجد تليد، يبشر هذا الجمع المديد ويخبر عن فرادة جيل جديد، وفاء لدم الشهيد، جيل للعلم مريد، وفي الأصالة حميد، وفي طريق العلم لبيد، وفي القيم والخلق العظيم جهيد، جاء اليوم من كل العراق ليحتفي في رحاب العميد. فأهلا ومرحبا بكم. نعلن وإياكم على بركة الله انطلاق فعاليات الحفل المبارك بتوافد الخريجات من كل المحافظات العراقية إلى مسرح الاحتفال ببركة الصلوات العاليات. والآن مع خريجات مدينة وزينا تشع حنانا بإذن
قدست نورك مذ قدست نورك مستقدس بالدماء إذ صار في كل الملاحم أعظما. يا كربلاء المجد من ذا يرتقي لبهاء جودك يوم حيته السماء. يا كربلاء الفخر منذ تدفقت فينا الحياة فلم نبايع آثما. تتوافد خريجات محافظة البصرة الفيحاء حيث ينبت القصب خيالات خصب ويزهو من النهر ألف نهر ويصعد المطر أنشودة في قريحة السياب. هي البصرة الفيحاء فاح عبيرها سمت في سجاياها فقل نظيرها سمت في سجاياها فقل نظيرها. هنا آدم عاف الجنان وجاءها يكاثر جنات الإله كثيرها. هنا لبنات النحو قد شاد صرحها وسن عروض الشعر فيها خبيرها. تتوافد الآن خريجات محافظة بابل المدينة التي أنجبت العلماء والأدباء. إنها بابل التي شرعت أول قانون في العالم، مهد الحضارة وحلة من حلل الجنة. من بابل تتصاعد الألواح نحو قيامة الموتى المجيد. من بابل بدأ النشيد، من بابل ترقى الحجارة نحو تاج الأفق عبر سواعد النخل العتيد. من بابل بدأ الخليل وخط في سفر الوجود هذا الظلال الفاطمي، هذا الظلال الفاطمي مسيرنا نحو الخلود. تتوافد الآن خريجات مدينة العلم والعلماء، مدينة الوصي التقي علي الكرار، باب مدينة العلم وبدرها المضيء، مدينة صاحب الفتوى المباركة التي أنقذت الأمة من براثن الكفر والظلام. الآن مع خريجات محافظة الديوانية، المدينة العامرة بالجمال والمحبة حيث الماء والخضراء. تتوافد الآن خريجات محافظة كركوك، مدينة التعايش السلمي والماضي العتيد، مدينة القلاع والينابع والكنائس. نبقى الآن مع خريجات محافظة صلاح الدين، مدينة العسكريين والملوية التي عمرها 1000 عام. العلم زين فكن للعلم مكتسبا وكن له طالبا ما عشت مقتبسا. اركن إليه وثق بالله واغن به وكن حليما رزين العقل محترسا. لأم اليتامى أنا أقتدي.
زينب أمي بها أبتدي بأمي يتامى أنا أبتدي وزينب أمي بها أبتدي لباس الحجاب وإني أرى كمثل الجين به أرتدي مشيت بدرب النبي الأمين لأبقى شعاع طوال السنين وأعبد ربي مع العابدين أقول لك الحمد يا سيدي بأم اليتامى أنا أرتدي وزينب أمي بها أبتدي تتوافد الآن بأم اليتامى أنا أبتدي وزينب أمي بها أبتدي يا وسط عرفت الحجاب طريق النجاة من الفسق والجور والموبقات فهذه البتول تنادي الفتاة هل أمي إلى الحاق كي نهتدي فهذه البتول بأخلاقها كشمس الضياء بآفاقها بأم اليتامى أنا أرتدي وزينب أمي بها أبتدي بأم اليتامى أنا أبتدي وزينب أمي بها أبتدي تشع حنانا بإشراقها ليبزغ فجر الهنى الأبدي فهذه البتول بأفعالها كشمس المعالي بأعمالها فصارت كنهر لأجيالها ويسقي الأنام ولم ينفدي بأم اليتامى أنا أرتدي وزينب أمي بها أبتدي بأم اليتامى أنا أبتدي وزينب أمي بها أبتدي فهذه خديجة في حقها كمثل الحديد وفي صدقها كمثل الحرير وفي صدقها كمثل العطور بالزهر الندي فهذه العقيلة في كربلا كطود عنيد بوجه البلا بأم اليتامى أنا أبتدي وزينب أمي بها أبتدي بأم اليتامى أنا أبتدي وزينب أمي بها أبتدي فصارت شعاعا لكل الملا شعاع الثبات على المعتدي فهذه نسيبات في المعركة تداوي الجريح ولا تتركه وراحت لدربي هدى تسلكه بقلب قوي وعزم اليد بأم اليتامى أنا أقتدي وزينب أمي بها أبتدي بأم اليتامى أنا أقتدي وزينب أمي بها أبتدي بأم اليتامى أنا أقتدي وزينب أمي بها أبتدي بأم اليتامى أنا أقتدي.
المشهد يستحق صلوات أعلى وأعلى وأعلى. نعم خير ما نبتدئ به هذا الجمع المبارك، آيات بينات من الذكر الحكيم وعطرها أسماء على قارئ العتبة العباسية المقدسة القارئ محمد ربا الزبيدي، فليتفضلوا مكتوفا وإياكم. أنا أقتدي أفلح وتبارك من صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات
والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم صلوات شكر لمن قرأ وأجر لمن استمع وجيء بالنار والأسوار واحتشدوا وكنت تدنو وكان الموت يبتعد فلا تهن يا عراق الله أنت لها وأنت خلف لياليك الطوال غد وقفة للاستماع إلى نشيد العراق الوطني ونشيد العتبة العباسية المقدسة الموسوم بلحن الإباء وقوفاً مع التقدير. جيش الفداء للحسين وقد كنت جيش الفداء للحسين فاتحة المباركة على أرواح أحياء
عند ربهم يرزقون. شكرا لكم. يا من يقول شاعر العتبة العباسية المقدسة السيد محمد الياسري: يا من أتيت إلى الكفيل مقلدا بوسام علم والحروف إلى المدى، قسما بمن أفنى الحياة لأجلنا، قسما بمن جمع الحشود وحشدا، قسما بوالدة تحدب ظهرها وبوالد حمل الهموم مقيدا، قسما بمن قسم الرغيف بكفه وبكفه وقف الرغيف معددا، يحصي الخطوط لمتعب لن يشتكي، وبوجهه دار الهدوء تشيدا، وبوجهه دار الهدوء تشيدا، قسما بجامعة تلوذ بصرحها ومعلم أمضى وكان مسددا، قسما بأقلام توضأ حبرها ودعت عراقا لم يزل متوحدا، قسما بمرجع أمة ذهلت به كل الطوائف بادلته توددا، قسما بمرجع أمة ذهلت به كل الطوائف بادلته توددا، بضلوعه حضن الكنائس مثلما، بضلوعه حضن الكنائس مثلما حضنت يداه على الرعية مسجدا، قسما بعرش إلهنا وبرسده، قسما بمن بعث النبي محمدا، قسما بعرش إلهنا وبرسده، قسما بمن بعث النبي محمدا، باق كما بقي الكفيل بطفه أسدا وكان بموته مستأسدا، أتفقد الأطفال بعد تخرجي، ويسرني من قال دمت مؤيدا، وأمر من بين الخيام كفارس، وأعيد أنفاس الكفيل مجددا، وطني أتيت محتشدا، وطني أتيت محشدا بدراستي، كيما أطاول في السماء الفرقدا، سأسر من قسم الرغيف بكفه، وأسر والدة وأفرح والدا، وأسر والدة لشيلتها الفدا، سأسر من قسم الجميع ببابه، وأسر خدام الكفيل وأحمد الصافي دام عزه. يتفضل الآن إلى المنصة لنستمع إلى فيوضات من كلمته المباركة محفوفا وإياكم بالصلوات العاليات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحضور الكريم، الأساتذة الأفاضل، الأستاذات الكريمات، إخوتي في العتبة العباسية المقدسة،
أخواتي اللواتي بذلنا هذا الجهد الموفق إن شاء الله تعالى لهذا الاحتفال المبارك، بناتي العزيزات الخريجات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البدء أبارك لبناتنا هذا الاحتفال، وأيضا أبارك لهن الانتقال من مرحلة العلم إلى مرحلة العلم والعمل، سائلين الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيديكن بناتي إلى خير الدنيا وخير الآخرة، وأن يأخذ بأيديكن إلى العمل لهذا البلد والعمل الصالح، وأن يجعل هذه الأيام أيام بهجة لكن وللعوائل الكريمة، ومن خلالكن أيضا أبارك للأمهات وللآباء الذين أثمرت هذه الجهود وتكللت بنجاح فلذات أكبادهن. أود أن أشير وإن كان بإيجاز إلى بعض الأمور التي قد تواجه الشخص عندما ينتقل من مرحلة إلى أخرى. تعلمون الإنسان يولد يعيش حالة من الطفولة، ثم بعد ذلك تأتي حالة الصبا، وأيضا يعيشها في جو من عدم المسؤولية، من المرح ومن اللعب، ثم ينتقل إلى سن البلوغ ويبدأ يفكر بطريقة أخرى، يتحمل مسؤولية أخرى، ثم بعد ذلك مرحلة الشباب والفتوة ومرحلة الكهولة والشيخوخة، إلى أن الله سبحانه وتعالى الذي كتب لنا في هذه الدنيا أعمارا لا نعلمها، لكن الوضع الطبيعي للإنسان يمر في هذه المراحل المذكورة. المراحل الجامعية في حياتنا المعاصرة تكاد تكون من الفترات التي تكون مهمة جدا في حياة الشباب، والإنسان ينفتح على ثقافات جديدة، ينفتح على علاقات، يزداد علما، يزداد ثقافة، يزداد أفكارا، حتى أصبحت الدول تتفاخر فيما بينها برصانة جامعاتها، وأصبحت الدول تتفاخر بقوة ورصانة أساتذتها، بل تقيم بعض الدول من خلال هذين الشقين، الجامعة وعراقتها والأساتذة ودقتهم وممارسة دورهم في نهضة البلاد. العراق بحمد الله تعالى كان من الدول التي يشار لها بالبنان في رصانة الجامعات وأهمية الكليات على اختلاف الاختصاصات، وأيضا يشار له بكثرة العلماء والأساتذة الذين مروا، وأصبحت الآن كل جامعة تفتخر بأن الأستاذ الفلاني كان من خريجيها، سواء كان في الدراسات الجامعية الأولية أو في الدراسات العليا، إلى أن
مر بالبلد ما مر، وبحمد الله تعالى الآن البلد نرجو الله تعالى له أن يتعافى وأن يستعيد دورا رياديا أفضل مما كان عليه لوفرة الإمكانات وتطور الدنيا بشكل يمكن لهذا البلد المبارك أن ينهض نهضة قوية ويحتل المكانة التي تكون له. من خلال نظرة فاحصة لأي دولة دائما النظر والاهتمام يكون على أعمار محددة لمن أراد أن يبني ولمن أراد أن يهدم. عناصر البناء تبدأ من بداية المشوار الجامعي، ولعل الآن بسبب بعض ما يتعارف بوسائل التواصل الاجتماعي بدأت تزحف إلى أقل من هذا المستوى، حتى بدنا نشاهد بعض التصرفات في أعمار أقل من الجامعية، لعلها في الإعدادية، البعض يقول في المتوسطة، بل بعضهم أوصلها إلى الابتدائية، وهذا كله بطريقة معطيات واستبيانات، وهو مما ينذر بنحو من الخطر لمن أراد أن يهتم بأمور الناس. لمن أراد أن يبني يهتم بهذه الشريحة، شريحة البلوغ وشريحة الشباب، ولمن أراد أن يهدم أيضا يهتم بهذه الشريحة، لكن لكل منهم مسلك وطريق وهدف. وأنا الآن أمام الأساتذة الأفاضل ومن جامعاتنا العتيدة والعريقة، وأمام بناتي اللواتي قضينا أوقاتا صعبة وبحمد الله تعالى قد أثمرت هذه الجهود وهذا الغرس، ومن مدينة مقدسة أريقت على أرضها دماء، وهذه الدماء إنما كانت وخرجت لطلب الإصلاح كما جرى على لسان سيد الشهداء عليه السلام. فيطيب لي أن أتحدث حديث الأب مع بناته وحديث الأخ مع أخوته، وهذا الحديث بعيد كل البعد عن السياسة وعن ما يتعلق بمفهوم السياسة، وإنما هو حديث تربوي. واقعا نحن نفرح عندما نرى شابا من شبابنا وبنتا من بناتنا وهو يتقدم أزاء هذا الزخم من المعلومات، وهو يتقدم عليهم ويحصل على درجات جيدة، جيدة ليس بمفهوم التقييم يعني مقبول جيد جيد جدا، جيدة بمستوى أن يبز أصحابه. وأيضا عندما تكون ابنتنا تتقدم في مراحل، بل نسعى للاهتمام بهن وإن لم نعرفهن بأشخاصهن، وإنما دعما وتشجيعا للكفاءات. اليوم نحن نحتفي ببناتنا، وكان هناك كثير من الجنود المجهولين يهيئون لهذا الاحتفال، سواء في بداية
حضورهن إلى كربلاء وسكنهن في الطريق، أو تشرفهن بالزيارة والإعدادات التي كانت، وهناك جيش من الجنود المجهولة يعتبرون هؤلاء البنات فعلاً هم بناتهم، فيفرحون ويأنسون بتقديم خدمة لهن إشعاراً منهم بالاهتمام بهن. وبالنتيجة نحن لا نريد جزاءً ولا شكوراً، لكن لا شك نريد شيئاً، وهذا الشيء يصب في مصلحتهن بالدرجة الأساس، ثم يصب في مصلحة البلد. الحديث الذي أتحدث في خدمة الحاضرين جميعاً، وهناك مشاكل تربوية، وهناك جهود تبذل من أجل الانحراف ومن أجل الابتعاد عن جادة الفطرة. الله تعالى فطر الناس على فطرة، والإنسان بنفسه ممكن أن يشخص أن هذا صحيح أو هذا باطل. هناك جهود تبذل من أجل أن تجعل الباطل حقاً، ومن أجل أن تجعل الخطأ صحيحاً، خصوصاً كلما كثر وكلما ازداد عدد من يتغنى بالباطل، كأن تتصور أن هذه الحالة هي الحالة الصحيحة، والحال بالعكس. خواتي بناتي، أنتن مشروع أسرة، أنتن جميعاً مشروع أسرة، والأسرة إذا صلحت صلح المجتمع. اليوم الحرب الضروس على الأسرة، على تهديم المفاهيم، على خنق الفضيلة والأخلاق، وعلى إطلاق العنان للتصرفات الباطلة. والشباب هو ميدان الصراع، الكل يتنافس على أن يزيد رصيده من هذه الفئة. أهل الحق يبدون النصيحة، أهل الحق يعلمون الآخرين أن المسيرة من هنا، وسرعان ما تمضي الأيام والليالي ويجد الإنسان نفسه على هذا الطريق أو هذا الطريق. إياكن أخواتي بناتي، إياكن أن تسمعن النصيحة من جهة فاشلة. الفاشل لو كان يستطيع أن ينصح لنصح نفسه، لكن الفاشل يحب دائما أن لا يكون وحده في الميدان، يحب أن يغرق الآخرين معه. اسمعوا النصيحة من جهة لا تريد منكم شيئاً، الاستقامة، والاستقامة هي مدعاة إلى الفخر ومدعاة إلى الاعتزاز. نحن نتعامل مع المرأة أنها هذه لها هيبة ولها وقار. في المسير عندما بدأتم من بداية قبلة العباس عليه السلام وانتهيتم إلى سيد الشهداء عليه السلام،
أوصينا الأخوة جميعا أن يعطوا ظهورهم لكنا، وكأن أنتن تمشون في هذا المسير مشي ملائكية، احتراما لوجودكم الكريم الذي حللتم فيه عندنا. ومن خلالكم رسالة إلى جميع الجامعات، الأخوة الأعزاء الذين شرفونا رؤساء الجامعات حضروا اعتزازاً بكنا، أنتم أبناء لهم، والأخوة الذين كان لهم ظرف أيضاً أبدوا مشاعر طيبة في أن هذا الاحتفاء هو احتفال بناتنا. العلاقة ليست علاقة طالب ومدرس، وهي علاقة نفيسة جداً، لكن عندما تكون العلاقة مع ابنة تعرفون العلاقة عندما تكون مع أب وابنته، هناك كثير من المفاهيم تختزل بهذه العلاقة. الإنسان عندما يتكلم مع صغيرة يقول لها أنت ابنتي أو بابا، تعرفون تختصر كثير من المفاهيم. نحن بصراحة أيها الأخوات البناتنا العزيزات نعول عليكن في نفخ الروح في الأخلاق الرصينة، في الأخلاق العالية. أنت قوية لا شك ولا ريب، أنت في ريعان الشباب قوية جدا، لا تصابي بإحباط، بل كوني قوية ولك هدف بعيد المدى وهدف قريب المدى. القريب أن تتفوقي في كل شيء في العلم وفي السلوك، وبعيدة المدى أن تؤسسي لأسرة قوية فاضلة تحب وتحن على الأخلاق وترفض الرذيلة بكل ما تعني هذه الكلمة من تفاصيل. المراهنة اليوم على قلوب طرية يحاول الآخرون أن يحرفوها عن مسيرها. هذا المسألة لا بد أن تكون واضحة عندكم عندما نتعامل مع متعلم أو عالم يسهل الحديث. والمراهنة اليوم ليس على الجهلة، الجاهل في حدود جهله يبقى في حدود جهله. نعم هناك من يحاول أن يبقي الناس على جهالتهم لمآرب، لكن الكلام مع المتعلم عندما يستفيد من متعلم ويحاول أن يحرف فكره روحه قلبه لا شك سيستفيد، لأن هذا سيكون مسموع الكلمة. لذلك أخواتي الفاضلات، أنا عندما أقول أنتن مشروع أسرة أنا أعني ما أقول. الأسرة الآن بدت تتفكك، وهناك عمل كثير وكبير، إما عمل مدروس أو من طبيعة الإنسان أن يميل إلى الدعة وإلى الراحة. ولذا لا بد أن تكون الأخوات بمستوى كبير من الوعي والإدراك. نحن نؤمل وإن شاء الله تعالى هذا الأمل يتحقق، ليس أمل كذوب، ليس أملا كذوبا، وإنما هو من الآمال المتحققة. نأمل أن يكون الأخوات الفاضلات بناتنا العزيزات بمستوى كبير من الإدراك والوعي. الإنسان عندما يكمل المرحلة الجامعية يبدأ في ساحة العمل، وساحة العمل عندما يأتي إليها، أو أعبر بتعبير، عندما ينزل إليها المتخرج لابد أن ينزل وهو أسد شجاع وقوي
وعنده ثقة في نفسه. الثقة في النفس تجعل الإنسان دائما متفائلا قويا رغم كل المشاكل. ستكبرون وتتكون الأسر وستشعرون بحالة الآن لو الأب يشرحها لكم، الأم تشرحها لكم، تتأثرون لكن لا تحسون بها. يستحي الإنسان عندما يرى هذه الطاقات في بلدنا. واقعا بناتي العراق منجا للكفاءات والطاقات. والله المشكلة نحن لا نقيم أهلنا، مشكلة في مخزوننا الفكري الثقافي، لا نقيم أهلنا. لكن هذه الجهود التي من الأم والأب من أجل أن ترى ابنتها وولدها، تراه أمامه بطوله يمشي وهو أمل بلده. أنتم آمال البلاد ونحن نفخر بكنا. شيء واحد أريد منكنا، قلت عندنا شيء، أنا بينت، فقط أريد أن تصدقوا آمالنا فيكم. يعني عندما نقول أنتم مشروع أسرة، حققوا الأسرة الناجح. عندما نقول أنتم أمل البلاد، قولوا نعم نحن أمل البلاد. صدقوا ما نريد، سنة سنتين ثلاثة، حققوا هذه الأماني على أرض الواقع. ستكون هذه الجلسة وما كنتم صباحا في خدمة أبي الفضل عليه السلام وسيد الشهداء محفورة في ذاكرتكم. صدقوني لا تمحوها الأيام. وهذا محل اعتزاز، لأن انطلاقتكم للميدان ستكون قوية. هذا عزم المهم. هذا الاحتفال لا أقول نموذجي، وإنما هذا الاحتفال من الطبيعي أن خريجي الجامعات هكذا يحتفلون، من الطبيعي، لأن بداية انطلاق إلى حياة لابد البداية أن تكون قوية، لابد البداية أن تكون فيها ثقة في النفس، لابد البداية أن تكون فيها قسم. وهذا القسم الإنسان عندما يبين، عندما يردد، هو يعي ما يقول. الحياة تحتاج إلى طاقات، تحتاج إلى قوة. البلد إن شاء الله تعالى، بناتي، خواتي، أساتذة الأفاضل جزاكم الله خير في إعطاء العلم والأخلاق والنصيحة إلى الطلاب. الطالب يتأثر قطعا بأستاذي. أيضا هذه رسالة لكل الأساتذة الأعزاء أن يصونوا قلوب الطالبات. صيانة هي أمانة تعطى بهذه اليد بوابة الجامعة، وأيضا تسلم إلى تلك اليد في بوابة الخروج من الجامعة إلى الأمور الحياتية اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق. طبعا شكر خاص لأخواتنا وبناتنا اللواتي سهرن الليالي من أجل أن يوفرن هذه الاحتفالية، وهن حريصات أشد الحرص على أن هذه الاحتفالية تكون على أفضل ما يكون. شكر لهن متواصل، وشكر لبناتنا أخواتنا. طبعا المأمول كان العدد يكون أكثر، لكن واقعا نحن لم يعني قيدنا العدد خوفا من أن نفقد يعني بعض الخدمة إذا زاد العدد. وكثير من البنات طلبنا أيضا أن يدخلن في التخرج في هذا الاحتفال إن شاء الله تعالى، بعد إحنا وجهد بناتنا في مستقبل العيال.
دعائي لكنا وسلام خاص إلى العوائل الكريمة، للأمهات، للآباء الذين سهروا ووفقوا لأن ينالوا وأن يروا ويسمعوا بأمي، يروا بعيونهم ويسمعوا بآذانهم تلك البشارات من أبنائهم من بناتهم أنهم تجاوزوا سني الدراسة ويبقى الآن سني العمل. إن شاء الله تعالى توفقون بناتي في كل خير، وأرانا الله تعالى فيكم، أرانا الله فيكم الأمل، وأرانا الله فيكم العفاف، أرانا الله فيكم الستر، أرانا الله تعالى فيكم الحياء. وهذه الكلمة ذكرتها سابقا، هناك محاولات لسلب الحياء. اهتموا خواتي بالحياء، اهتموا بالحياء، زينة المرأة الحياء. أسأل الله تعالى لكم دوام التوفيق والتسديد، وأعتذر للإطالة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شكراً جزيلاً على هذه الإفاضات من سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي دام عزه. جامعات لم تدخر جهداً في العمل والإخلاص لتتبوأ مكانتها ضمن الدول المتحضرة لأجل أبنائنا وبناتنا ومستقبل أجيالنا. كلمة الجامعات العراقية يتقدم بإلقائها رئيس جامعة بغداد الأستاذ الدكتور منير حميد السعدي، محفوفاً وإياكم بالصلوات العاليات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سماحة السيد المتولي للعتبة العباسية سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه، سماحة السيد أمين عام العتبة العباسية المقدسة المحترم، السادة رؤساء الجامعات المحترمون، السادة المدراء العامون، الحضور المحترم، بناتي الطالبات جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة من دواعي الفخر أن نجد مبادرة اليوم تجمع تخرج لطالبات العراق. لقد ألفنا أن تحتفي وتحتفل الجامعات بتخرج طلبة جامعاتها، ولكن أن يحتفى بجميع الخريجات والخريجين في مكان واحد، هذه مبادرة طيبة وكريمة، وإن كانت هي اليوم بدفعتها الخامسة. بداية وقبل أن أدخل في الكلمة، راودني شعور وأنا جالس وأستمع عندما يقال لي خادم الكفيل، أتشرف بذلك، ولكن أن يقال بنت الكفيل هذا شيء كبير. عندما يقال بنت الكفيل هدى، وبنت الكفيل زينب، وبنت الكفيل فاطمة، ما أجمل التعبير. فهنيئا لكم هذا الوصف الجميل بنات الكفيل. اليوم في الجامعات العراقية، ويسعدني أن أمثل إخواني رؤساء الجامعات وجامعاتنا في العراق، أن أقف اليوم وأقول أن الجامعات العراقية كانت ذات سمعة طيبة، وكانت لها منزلة مرموقة، وكان خريج الجامعات العراقية له سمعة يعتد بها.
ولكن بفعل التحديات الكثيرة وبفعل السياسات التي دخلت إلى الجامعات جعلت الجامعات تتراجع في دورها وتراجعت سمعتها. وأقول كانت الجامعات ولو ربما في عام 2011 لم تنتج أكثر من 300 بحث في المستوعبات العالمية، اليوم فقط جامعة بغداد أنتجت أكثر من 30,000 بحث، 20,000 بحث منها في مستوعب سكوبس، وأكثر من 10,000 بحث في مستوعب كلارفيت. هذه أرقام يعتد بها. ما فائدة البحث؟ لماذا نعمل البحوث؟ الحقيقة اليوم نحن في جيل الجامعات السادس، وعندما نتكلم بفلسفة للجامعات جديدة، الفلسفة تطورت في الجامعات. كانت الفلسفة الأولى الأفلاطونية تتكلم وتقول المعلم هو محور العملية التعليمية، وبعد ذلك تطورت الفلسفة أصبحت أن يكون الطالب محور العملية التعليمية، وهكذا حتى أصبحت اليوم الفلسفة الأخيرة أنه عصر تسويق المعرفة. اليوم الجامعة مطالبة أن تسوق المعرفة إلى المجتمع. لماذا؟ عندما تكون مسوقة للمعرفة معنى ذلك ستنقل إلى طلبتها إلى طالباتها كل نتاجات المعرفة لتكون متوافقة مع المتطلبات، مع هذه المعرفة الكبيرة. في جامعاتنا العراقية اليوم نفخر أن هنالك نهضة وأن نتقدم نحو المنهج العالمي. اليوم نتكلم باعتماد منهج بولونيا في التعليم، اليوم نتكلم عن اعتماد منهج المقررات، اليوم نتكلم عن مناهج في الطب تتميز بالحداثة وبالعصرية. عندما نتكلم هذا الموضوع نحن نأمل أن نملك طالبنا المهارات والكفايات المطلوبة التي تؤهله إلى سوق العمل. فنحن في الجامعات نبذل ما نبذل. ويسعدني أن أنقل حدث قبل شهر ونصف زارنا أستاذ مدير مؤسسة ستيرلينغ البريطانية، تكلم كثيرا عن المؤسسة. بعد ذلك طلبت أن أعرف جامعة بغداد له، قال لا لا تتكلم عن بغداد. عام 1977 أنا كنت طالب في الدراسات العليا، كنا 13 طالب بريطانيين و13 طالب ما يسمى ما بعد البحار الأوفرسيز. كان معنا 2 عراقيين وكان هنود وكان هناك مصريين ومختلف الجنسيات. قال 2 أبلوا بلاء حسن وأدوا إنجازا طيب، كانوا متميزين. قال هؤلاء كانوا خريجي جامعة بغداد. وصلنا إلى استنتاج في ذلك الوقت أنه أفضل جامعة بالعالم جامعة بغداد، وهذا الشيء حقيقة يجعلك تنتشي فخرا وفرحا أنه هذا هو الأساس. اليوم نتكلم عن جهود تبذل من الجميع على أن نرتقي ويكون أداءنا جيد لكل أبنائنا الطلبة. وما أستطيع أن أغادر هذا الموقف إلا وأن أشيد بما تقوم به العتبات المقدسة وما تقوم به العتبة العباسية المقدسة بإنشاء جامعات رصينة وتهتم بهذا العمل بشكل مميز، حيث حققت وبوقت قصير ونشهد لهم بذلك إدراج مجلتين في المستوعبات. والجامعات تبذل الكثير. نعم هنالك اهتمام، وأنا أشهد على ذلك من سماحة السيد الصافي دام توفيقه، هنالك اهتمام بالتفاصيل من السيد رئيس جامعة الكفيل، السيد رئيس جامعة العميد، هنالك اهتمام كبير بتحقيق أفضل ما يمكن. أقول نعم نشأوا بشكل صحيح وهنيئا لهم ما أنجزوه. بناتي الطالبات، بناتي الخريجات، أنتم اليوم على مفترق طريق، أنتم اليوم غادرتم مرحلة ودخلتم إلى مرحلة. هذه هي بداية لتطبيق ما تعلمتموه، هي بداية لبداية حياة جديدة. لربما تعودون للجامعة لتكملة الدراسة وتنخرطون في برامج الدراسات العليا، وربما تذهبون إلى المجتمع وتختلطون في المجتمع وتنقلون معارفكم. أنا أتمنى أن لا تكون نهاية المطاف هو يوم التخرج، هذا هو بداية المطاف، أن نتعلم كثيرا ونعكس تعلمنا على أسرتنا
على مجتمعنا، على كل ما يحيط بنا، وألا ننسى، وكما أشار سماحة السيد الصافي، ألا ننسى مجموعة القيم التي يجب أن نتحلى بها وأن نتمسك بها لتكون رديف وقرين لعلمنا، أخلاقنا وقيمنا. عندما تنجمع هذه الحالتين سنؤسس إلى مجتمع، ونؤسس إلى مدرسة، ونؤسس إلى جامعة، نؤسس إلى مجتمع همه الكبير أن يحقق ما هو الأفضل. اليوم المجتمع أمام أمراض كبيرة، أمام أمراض خطيرة جدا. أن نتمسك بقيمنا، بثوابتنا الاجتماعية والخلقية، يجعل لنا خطا حصينا أمام هذه التحديات، لنتفق أن تكون هذه التحديات انطلاقة لنجعل منها فرصة لنحقق التقدم، لنحقق الرسالة، لنحقق ما نصب إليه من نظرة عوائلنا، من نظرة أهلنا، من نظرة المجتمع، أن نكون على قدر هذه المسؤولية. أنا متأكد اليوم بناتي الطالبات التي جاءوا إلى هنا يمتلكون الكثير من الكوامن، من الطاقة الكامنة ليحققوا الشيء الكبير. أود أن أعيد شكري وتقديري إلى العتبة العباسية المقدسة بكافة جنودها، خدمها الكرام الذين أدوا الشيء الكبير، وكذلك شكري وتقديري لعوائلكم الكريمة التي بذلت من وقتها وجهدها ومالها من أجل متابعة حياتكم ولتحقيق ما هو أفضل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. شكراً للسيد رئيس جامعة بغداد على كلمته المباركة. أنشودة مطلعها الآتي: اليوم تمت نعمة وأشرق الأمل، تخرجي رسالة ووحيها العمل، وبهجة وعيد كبسمة الشهيد. نستمع وإياكم الآن إلى أنشودة حفل تخرج طالبات الجامعات العراقية بنسخته الخامسة من المتعلمات من مجموعة العميد التعليمية، وهن في طريقهن إلى المنصة لنحيي هذه الفتيات بالصلوات على محمد وآل محمد. من جديد يصغي
القطاف شهادتي مملكتي وتاجي العفاف يشع من بعيد كاللؤلؤ النظيف يشع من بعيد كاللؤلؤ في حضرة العميد في حضرة العميد. نعم شكرا للمتعلمات من مجموعة العميد التعليمية، شكرا لكم. يلا قالوا بأن الشعر كان مغاليا في مدحه، قلت المواقف أشعر هو مؤنس التاريخ في صولاته، هو بين كل المنصفين موقر، قد صار حصدا من ولادة فتوة من مرجع في الأرض لا يتكرر. كلمات الشاعر محمد الفاطمي الذي يرتقي المنصة، محفوفا وإياكم بالصلوات العاليات. يا الله يا أبا الفضل العباس، كل الحضور بمقاماتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باختصار بشهر شعبان المبارك لكم التهاني والتبريكات، كما وللعراق وللعتبات المقدسة التهاني والتبريكات بدفعة بنات الكفيل، وكلنا إن شاء الله أبناء الكفيل، بالصلاة على محمد وآل محمد. الأستاذ الفاضل يوسف الطائي قائد هذا الاحتفال قرأ أبيات من قصيدة، هذه القصيدة قرأتها كثيرا وأتشرف بأنني سأكررها لهذا اليوم لسببين: السبب الأول لأنها للأب للجميع، والسبب الثاني عندما تشرفت بزيارته ورؤيته فوجئت برد التحية حيث قال: أهلا بشاعرنا المبارك. فتحية حب واحترام للمرجع الكبير السيد علي الحسين السيستاني، بالصلوات على محمد وآل محمد. بنتك يا عراق، بنتك يا عراق افرح لفرحتها، بنتك يا عراق افرح لفرحتها،
منتأدي القسم صادقة بدمعتها، نذر نذرة نفسها الخدمة الأجيال، ابشر واعتبر أدت رسالتها، بنتك جاهدت بالعلم والأخلاق بحيث بزودها منخذت شهادتها، بنتك ما حكت بالطائفية وياك، بنتك ما حكت بالطائفية وياك، بنت العلم بس العلم رايتها، بلوان العلم ترسم حلمها سنين، بدعاء الوالدة تحققت غايتها، هاي النوموست رايت عشيرتها وتنوموست بيها شوارب اخوتها، هاي تستحي ومن مستحاها تموت اذا مر الهوى بطارف عبايتها. بنتك ما حكت بالطائفية وياك، بنت العلم بس العلم رايتها، بلوان العلم ترسم حلمها سنين، بدعاء الوالدة تحققت غايتها، هاي النوموست رايت عشيرتها وتنوموست بيها شوارب اخوتها، هاي تستحي ومن مستحاها تموت اذا مر الهوى بطارف عبايتها، البقت بحجابها اقبال الفضائيات، البقت بحجابها قبال الفضائيات، هاي الصفنة العفة على عفتها، هاي أم الهلة، أم الهلة من البصرة للحدباء، سنة وشيعة تلتم على سفرتها، اتخرجت هسة حتى تخرجنا أجيال، بس أجيال متوحدة بكلمتها، هاي السجدة وباسة تراب القاع، دشوف ترابك الهسة على قصتها، وجت تقسم بقاعك ما تخونك يوم، أبوها أنت ويظل اسمك بذمتها، ولو تلقى الصليب الحرز لو قرآن لو صورة شهيد العاف حلقتها، وذا ما تلقى ذني اتأكد انت بهاي تلقى الخارطة معلقة برقبتها، هاي الهلهلت، هاي الهلهلت للنصر والتابوت، هاي العسوات ارطاحة واخوتها، هاي الشافة المرجع يشيل يديه يظل يدعيلها وعرفت معزتها، هاي الوقفة ويلفت وضد الريح، نعم مثل الجبل كانت بوقفتها، وتقلك انت فوق القبة على العراس، قسمت وبشرف أدت تحيتها، لذلك توقف قبال الكفيل بزود، ومن شف القمر تاخذ بشارتها. الله يحسن أعمالكم جميعا. وقصيدة مرجع الحب أقول: يا سيد التاريخ، يا سيد التاريخ شأنك أكبر، فأبوك حيدرة وأمك كوثر، أحنيت ظهرك للعراق مودة، يا مرجعا للحب جرحك أخضر، أطفأت نار الطائفية كلها وبروحك السمحاء نار تسعر، يا والد الأيتام كيف جمعتنا بعباءة وسؤالنا يتعذر، أعباءة سوداء يكبر حجمها أم أننا تحت العباءة نكبر، صارت مؤسسة بنظرة عطفها، فالعين نبع للحنان ومصدر، يا مؤنس القرآن حين تفسر، آياتك البيضاء خط أحمر، آياتك البيضاء لما
أصدرت فتوى الدفاع فهب حجدنا أسمر آياتك البيضاء تنزف حكمة فهناك بعد النصر حرب أخطر آياتك البيضاء تنذر وعينا من حرب فكر فاستعدوا واحذروا ما زال حجدك بالسلاح ووعيه أسد على تلك السواتر يزأر تلك الدماء الزاكيات حفظتها فدم الشهيد بكل وقت يحضر يا صاحب المهدي في أحزانه فدموعك الحمراء سيف يثأر ها أنت كالحسن الكريم بصبره فالناس صحراء وصبرك يمطر ها أنت كالسبط الغريب بكربلا بين البواتر والأسنة منحر ها أنت تعطش كالخيام وزينب شفتاك من حر اللظى تتفطر ولطبرة الكرار تنزف هامة ولعصرة الزهراء كلك تعصر وهناك في البيت الصغير حكاية للزهد حتما في النفوس تؤثر رجل حكيم عالم ومفكر وصراط حق للأمان ومعبر رجل ملائكة السماء تحبه تصغي له الأفلاك حين يكبر لا يملك البيت الصغير لنفسه سكن القلوب وبيته يستأجر قالوا فمن هذا؟ وقلنا فاصبروا هو كف حيدرة فلا تتخيبروا ملك التواضع والتواضع ثوبه هو جار حام الجار لا يتكبر قالوا بأن الصمت خوف واضح وأجابهم بالصمت وهو الأجدر فالصمت في فوضى الكلام شجاعة والصمت في كبد المعاند خنجر قالوا أدعكم سيدنا قالوا بأن الصمت خوف واضح وأجابهم بالصمت وهو الأجدر فالصمت في فوضى الكلام شجاعة والصمت في كبد المعاند خنجر قالوا وهذا الشعر قد غالى به قلنا وكل الشعر فيه مقصر هو باختصار لا شبيه لشخصه هو مرجع في الأرض لا يتكرر إن شاء الله هذه دموع فرح هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للكبير الفاطمي على كلماته وصوره الشعرية نعم تستعد الآن فرقة أحباب الزهراء عليها السلام من مدرسة فاطمة بنت أسد القرآنية
لتقديم أنشودة بعنوان صوني حجابك. نستقبل وإياكم هذه الفرقة بالصلوات العاليات. بس توقع في دور. صوني جمالك بالحجاب الداني ودعي الثياب طويلة الأردان يغفي عليك الاحتشام مهابة فخذي شكرا لفرقة أحباب الزهراء عليها السلام على هذه الأنشودة من مدرسة فاطمة بنت أسد القرآنية. نبقى وإياكم في فعالية أخرى للطالبين الطفلين حسن وملك مصطفى. نستقبل الطالبين حسن وملك إلى المنصة. أهلا يا حسن. وها هي ملك أيضا تأتي إلى المنصة لنشاهد وإياكم هذا العرض التقديمي. السفر.
تمسكت ولن أترك في يوم حجابي كما الزهراء يبقى بحضوري وغيابي لن أسمح للسفور أن يطرق بابي شعار الستر والعفة حفظ للشباب لسان المؤمنات يردد اليوم بهتافه عباية الزينبية تختصر أكبر مسافة ثقافتنا الحجاب ونفخر بهاي الثقافة خيال الزهرة يا هالناس ما حد والله شافه بداياتي أريد المهدي يرضى وبختامي
شنو قيمة حياتي بدون ما أرضي إمامي؟ الإمام المنتظر كل وقت لي أبعث سلامي. يا زهرة أبقى بحجابي عهدا، يا زهرة أبقى بحجابي. ولا يفتن تتلى في محطات اللسان كما الزرع غدا تنبت في كل مكان، ومن صانت عباءتها ستحظى بالأمان وتحظى برضا الله وسلطان الزمان. هدف هذا التجمع برسالة وبه غاية، وبدلا متعقد كل من تصون العباية. حمد لله الذي دلاني بدروب الهداية، رضا المهدي سعيت وحصلت منه العناية، رضا المهدي سعيت وحصلت منه العناية. يا زهرة أبقى بحجابي عهدا، يا زهرة. ختاماً، انطلاقاً من توجيهات المرجعية الدينية العليا التي أكدت على دعم عوائل الشهداء ومساندتهم، نبقى الآن مع فقرة التكريم الخاصة بعوائل الشهداء، وندعو سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي دام عزه إلى هذه المنصة لتكريم مجموعة من الخريجات من بنات الشهداء، وبدءاً بالخريجة فاطمة إبراهيم. تليها الخريجة ابنة الشهيد صادق جبار من محافظة البصرة، تكريم كجزء بسيط من رد الدين الذي لن يرد إلى الشهداء، شهداء فتوى الدفاع المقدسة الذين بذلوا أرواحهم وأجسادهم للدفاع عن أرض عراقنا الحبيب. ابنة الشهيد محمد عبد العزيز من محافظة البصرة، ابنة الشهيد صبيح نجم من محافظة البصرة، ابنة الشهيد قاسم محمد من محافظة بغداد، ابنة الشهيد جعفر عبد الكاظم من محافظة النجف الأشرف، ابنة الشهيد جبار حلو من محافظة كربلاء المقدسة، ابنة الشهيد كاظم مطلق من محافظة الديوانية، الخريجة بنين عبود من محافظة الديوانية،
الخريجتين سجى وأسيل عراك من محافظة المثنى. نعم، هناك تكريم لسماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي دام عزه من جامعات العراق، تثمينا لجهوده التربوية والتعليمية في هذين الملفين، يقدمها رئيس جامعة بغداد الدكتور منير السعدي. شكرا لسماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة. ختاما، فكرت مليا بماذا أختتم وأي الكلمات أقول ختاما في هكذا محفل، فلم أجد كلمات أسمى تعبيرا من كلمات النشيد الذي سمعناه سوية لنختتم به هذا الحفل المبارك، التي قالت: اليوم تمت نعمتي وأشرق الأمل، تخرجي رسالة ووحيها العمل، وبهجة وعيد كبسمة الشهيد، ذاك الذي من جرحه أستلهم الوفاء، وعينه ترمقني الآن من السماء، يصغي إلى النشيد ينهض من جديد، وشاحنا فخر لنا وآية النجاح، مثل بلادي ترتدي شهيدها وشاح، ومجدها العتيد من هيبة الوريد، تخرجي فجر جديد في سما البلاد، وثيقتي دم الشهيد فوقها مداد، يدعو أمن مزيد لموطن الرغيد، في حجر اليأس أخط آية الرجاء، يا أيها الخريج قم حي على البناء، بعزمنا نريد عراقنا مشيد، بذرة علمي أثمرت ما أجمل القطاف، شهادتي مملكتي وتاجي العفاف، يشع من بعيد كاللؤلؤ النضيد، كاللؤلؤ النضيد يشع من بعيد، علم وعفة هما قرة كل عين، اجتمع اليوم هنا في جنة الحسين، في محفل سعيد في حضرة العميد. كما بدأنا بالسلام نختم بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.